وحول الفتوى التي أصدرتها لجنة الفتوى بهيئة علماء المسلمين في العراق بشأن إساءة فرنسا للنبي صلى الله عليه وسلم وإقرار رئيسها هذه الإساءة وما يتوجب على المسلمين حيال ذلك، ينضم إلينا الدكتور عمار عودة عضو قسم الفتوى بهيئة علماء المسلمين عبر الهاتف من عمان. أهلا بك معنا دكتور. أهلا بكم، حياكم الله. أهلا بك دكتور. أصدرتم في قسم الفتوى بهيئة علماء المسلمين فتوى بشأن ما صدر من بعض الفرنسيين من إساءة لمقام النبي عليه الصلاة والسلام، ووصفتم فيه ما تم بالعدوان. السؤال هنا، ما الواجب على المسلمين حيال هذا العدوان؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وشكرا لكم على تغطيتكم التي تقومون بها من خلال نصرتكم للنبي صلى الله عليه وسلم. الواجب الشرعي كما أشارت الفتوى على الجماهير المسلمين أفراد وهيئات اقتصادية أو شركات تجارية وغيرها هو إيقاف التعامل بالبضائع والمنتجات المستوردة من فرنسا، كما إيقاف التصدير من نفط وغيره إلى هذه الدولة التي أصبحت عدوة لتجاوزها على نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن المقاطعة الاقتصادية كما هو معلوم في العالم اليوم، العالم المتطور الذي يعرف أهمية الاقتصاد بالنسبة للدول، كما أشارت الفتوى هو الوسيلة الوحيدة المتاحة، مع الأسف الشديد الوسيلة الوحيدة المتاحة الآن للمسلمين، فلا يمتلكون إلا هذه الوسيلة، إذن الواجب الشرعي عليهم هي المقاطعة. هذا بالنسبة للشعوب، ولكن على مستوى الحكومات وبعد أن عدت الفتوى فرنسا كدولة ناكثة للعهود والاتفاقيات، ما هو الواجب على الدول الإسلامية لمواجهة نكثان العهود والاتفاقيات التي دفعت بالإساءة المتكررة من حكوماتها المتعاقبة؟ نعم، الواجب الشرعي على حكام بلاد المسلمين جميعا هو القيام بوجوب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بوجه رسمي، والمقاطعة الاقتصادية للمعتدين على الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام وعلى بلدانهم وأوطانهم منهج مشروع في فقه كثير من الآيات القرآنية، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الخصوم. فحكام بلاد المسلمين الآن هم الذين يقومون بالواجب من الناحية الشرعية، من ناحية السياسة الشرعية، فعليهم إذن هم مقاطعة سفارات فرنسا، مقاطعة خارجية فرنسا، إبلاغ فرنسا وسفاراتها وخارجيتها بوجه رسمي أن هذا الفعل غير مقبول، وأننا إذا استمرت فرنسا على هذا المنوال فإننا مضطرون إلى مقاطعة فرنسا، لأن الواجب الشرعي المكلفين به وهم كحكام عليهم القيام بواجبهم من الناحية السياسة الشرعية، عليهم بالقيام بهذا الواجب في المقاطعة. نعم، يعني أيضا هناك دكتور من يخالفكم حقيقة في هذا الرأي من مشائخ، ويرون أن مصالح دولهم تقتضي استمرار التعامل مع فرنسا، لأن عقودا مبرمة بمليارات الدولارات يمكن أن تضر باقتصاديات تلك الدول. ما هو تعليقكم؟ حقيقة هذا كلام غير دقيق من المشايخ الذين يبررون هذه التبريرات. هذا أولا، المشايخ يتكلمون من الناحية الاقتصادية، إن تكلمنا من الناحية الاقتصادية هذا كلام غير دقيق. العقود المبرمة بالمليارات ضرره الاقتصادي أكبر علينا أم ضرر السكوت على الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ضرر الإساءة أكبر على المسلمين، فكيف يقول مشايخ هذا الأمر؟ ثم المتضرر الأكبر هي فرنسا بالمقاطعة، هل فيها فوائد اقتصادية وسياسية لهذه الدول للضغط على فرنسا لتخفيف قيود العقود المبرمة معها، وكذلك رخص أسعار السلع الفرنسية في الأسواق، فالنتيجة استغلال الاقتصاديين والتجار والسياسيين للغضب الشعبي للحصول على مكاسب. من الناحية السياسية أرد عليهم بهذا الكلام، فهم لابد لهم الاستغلال هذه فرصة من غضب المسلمين، غضب شعوبهم على فرنسا، ليحصلوا من خلال هذا الغضب على مكاسب اقتصادية وسياسية، يضغطوا على فرنسا، بينما يحاول البعض الآن لا التبرير وأنها خسائر كبيرة، لا، الخسائر الأكبر على فرنسا وليس على المسلمين. ثم هذه الدول تدفع المليارات من أجل شراء الأسلحة والبضائع وغيره، لما يدفعونها؟ من أجل الحفاظ على مواطنيهم، على أجسادهم، الإيمان أولى من الأجساد، فالمقاطعة هي الحفاظ على الإيمان، فلا بد أن يقاطعوا. ثم من الناحية الشرعية،
الناحية الشرعية من معالم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شواهد كثيرة على ذلك، منها محاصرته صلى الله عليه وسلم لبني النضير محاصرة اقتصادية وقطع نخيلهم، وقد سجل القرآن الكريم فعله صلى الله عليه وسلم تشريعا وإقرارا له ولأمته على ذلك الفعل. قال جل شأنه: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ألا يكون من الواجب علينا اليوم أن نخزي الفاسقين بمقاطعتهم؟ ثم بالنتيجة هذه المقاطعة فيها ضرر لهم وأرتاح لنا من كل النواحي. نعم، إذن الدكتور عمار عودة عضو قسم الفتوى بهيئة علماء المسلمين كنت ضيفا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.